الابد، الوصفه المعجزه والكريم الرهيب اللي هيفتح جسمك ووجهك والمناطق الحساسه بياض فوري، هيخلي جسمك ابيض زي القشطه والمناطق الحساسه عندك بتنور، وشك هيبقى ابيض مش هيكون فيه اي سواد. وصفه لما جربتها يا بنات ادتني نتائج رهيبه، والفرق شايفينه بعينيكوا. هتشوفوا الكريم الرهيب ده هيعمل في بشرتك ايه، هيخلي بشرتك ترجع مرايه. وبتحداكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. تعالوا بقى واقول لك على الكريم اللي هيبقى هيديكي بياض بشكل دائم. من تجربتي الشخصية هتدهنيه على اي حتة في جسمك. الكريم ده بينفع للوجه وينفع للرقبة وينفع للمناطق الحساسة وينفع لاي حتة، حتى المناطق، حتى الوجه وكل حتة في جسمك هيبيض بشكل دائم. كمان بيعالج التصبغات، بيعالج جفاف البشرة، بيعالج التجاعيد. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس ليصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بصوا حبايب قلبي، اول حاجة هنعملها ان احنا معايا طبق بالشكل ده هنعمل فيه الكريم بتاعنا. الكريم زي ما قلتلك بيبقى ثابت معاكي، بيديكي درجة تفتيح عالية جدا، هيغنيكي عن الفاونديشن وعن اي ماسكات بيفتح بشكل رهيب جدا. واول مكون معايا في الوصفة دي وهو البودرة السحرية دي. طبعا انا بستخدم البودرة المعطرة اللي هي بودرة تعطير الجسم. ممكن انت تستخدمي بودرة التلج اللي هي البودرة الاطفال العادية جدا. انا بحب استخدم البودرة المعطرة لانها بتدي ريحة حلوة جدا جدا، سواء لو هدهن الكريم ده لبشرتي الوجه يعني، او سواء لجسمي او سواء للمناطق الحساسة، فبيدي ريحة حلوة قوي. فيفضل ان انت تجيبي البودرة المعطرة. هبدأ ان انا اخد من البودرة المعطرة بتاعتي، بودرة تعطير الجسم، هاخد منها معلقة كبيرة من البودرة المعطرة. بتدي ريحة حلوة جدا جدا يا بنات، ويفضل طبعا تجيبيها بريحة الورد، حلوة قوي قوي. اخدنا معلقة كبيرة من البودرة المعطرة وحطيناها زي ما انتم شايفين في الطبق، زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا اخد بقى تاني مكون معايا، والمكون ده سعره رخيص جدا جدا، هتجيبيه من عند اي عطار مش هيكلفك حاجة وهيفضل معاكي فترة تقدري تعملي منه كذا حاجة يعني. وهو بودرة او الحنة البيضة. الحنة البيضة من الحاجات الحلوة جدا للتفتيح وازالة الكلف وازالة النمش، وكمان بيدي درجة تفتيح عالية قوي. بتجيبيها من عند اي عطار او اي مكان بيبيع مستحضرات تجميل، وكمان بيتباع في الصيدليات. هتبدأي تجيبي من الحنة البيضة بتاعتك بالشكل ده. طبعا احنا بنعمل كمية حلوة تكفي الجسم وتكفي المناطق الحساسة. والكريم ده يا بنات احلى حاجة فيه ان هو دايم معاكي، يعني مش هتضطري ان انت تعملي كل مرة لما تيجي تستخدميه تعمليه، لا انت تقدري تعملي بيه الكمية اللي انت عايزاها على اساس ان هو يقعد معاكي شهر شهرين ثلاث شهور، بيقعد معاكي كتير جدا جدا ما بيفسدش. بدأنا ان احنا نقلب بودرة البودرة المعطرة او بودرة الاطفال او بودرة التلج مع الحنة بتاعتي البيضة. هنقلب البودر مع بعض بالشكل ده. عايزة اقول لكم الريحة تجنن بجد. طيب بعد كده حبايب قلبي، طبعا المكونات بتاعتك كلها هتجيبيها يا اما من عطار يا اما من صيدلية. هنستخدم المحلول الرائع ده، ده رخيص جدا جدا، تقدري تجيبيه من عند اي صيدلية متوفرة ومتوفر في جميع البلاد وفي جميع الصيدليات، يعني هتقدري تحصلي عليه. وهو محلول الملح. محلول الملح من الحاجات الفعالة جدا لإزالة التصبغات وتفتيح لون البشرة وتنقية الجلد وإزالة أي سواد في البشرة. محلول الملح بيبقى شكله كده زي ما انتم شايفين، اللي بيتعلق في المحاليل يا بنات. هتبدأي تجيبيه وهتبدأي ان انت تحطي معلقة واحدة بس منه، وهتقلبي البودر بتاعك معلقة واحدة بس صغيرة من محلول الملح. هتبدأي تقلبي البودر بتاعك بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده، طبعا انا جايبة برضو طبق كبير على اساس ان هو يسيع المكونات بتاعتي. طيب الكريم ده لو جبتيه جاهز يعني هتجيبيه بمبلغ وقدره، يعني هيتباع من 500 ل 600 جنيه ويمكن اكتر كمان. تمام، قلبناهم مع بعض بالشكل ده لحد ما بصي بقى كريمي خالص بالشكل ده.
بعد كده حبيبة قلبي هقول لكم على الكريم ده، تقدري ان انت تجيبيه من عند اي صيدلية. بصوا هو انا عندي كده كان خلصان، لان انا ما بقدرش استغنى عنه وبجيبه دايما، لاني بعمل بيه الكريم بتاعي اللي انا بقول لكم من تجربتي الشخصية ده. وهو كريم ايمو سوفت، كريم ايمو سوفت، ايمو سوفت من الكريمات الحلوة جدا جدا. كريم هو ملطف اصلا للجلد ومنطقة الحفاضات. خديه سكرين اسمه ايمو سوفت، وممكن برضو اكتبولي في الكومنتات وانا ممكن اكتبه لكم. بتجيبيه من عند اي صيدلية، البديل بتاعه ويفضل ما تجيبيش ما تجيبلوش بديل، هو بديله بانسينول، بس الافضل ان انت تجيبي ايمو سوفت. متوفر ورخيص جدا، يعني بالمصري تمنه 14 جنيه، رخيص جدا جدا. هتجيبيه، بصوا احنا نشوف اللي عندنا ده، بصوا هتجيبيه وهتبدأي ان انت تاخدي منه بالشكل ده كده معلقة كبيرة خالص من كريم ايمو سوفت، وهتبدأي ان انت تقلبيها. وهنبدأ ان احنا برضو ناخد من العلبة التانية بتاعتي اهو، يعني بمقدار معلقتين كبار من كريم ايمو سوفت. هو من الكريمات الحلوة جدا للتفتيح وازالة التصبغات وكمان ترطيب البشرة. بدأنا نقلبهم بالشكل ده يا بنات، بصوا كريم اكتر من رائع. هتقلبيهم كويس قوي لحد ما القوام معاكي يكون كريمي زي ما انت شايفة بالشكل ده، تمام. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي، هنبدأ بقى نستخدم الكريم بتاعي. معايا هنا علبة بالشكل ده، تقدري ان انت تستخدميها اي علبة، وهتبدأي تنقلي فيها الكريم بتاعك. اي علبة متوفرة عندك تقدري ان انت تستخدميها، يعني مش لازم تجيبي علبة معينة او لا، اي علبة عندك فاضية عشان سهولة للكريم، عشان برضو ايه ما يكونش موجود في الطبق. بصوا الكريم رهيب، بصوا بقى الكريم ده هتستخدميه قبل ما تنامي، اتفرجي بقى تفتيح رهيب، هيديكي درجة تفتيح رهيبة 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 رهيبة. بصوا بيدي درجة تفتيح عالية جدا جدا. طبعا انا عشان بستخدمه، انا ده كريمي المفضل، بدهنه على ايدي وبدهنه على المناطق الحساسة وبدهنه على جسمي، بيدي درجة تفتيح عالية جدا. هو كريم يا بنات مش محتاجة ان انت تستخدميه كماسك، لا هو كريم بتدهنيه وبتسيبيه سواء بالليل سواء بالنهار، بس يفضل ان انت تستخدميه ككريم ليلي افضل، تمام. مش بيعمل اي حاجة ومناسب لجميع البشرات، حتى البشرة الحساسة تقدر ان هي تستخدم الكريم ده. بتقدري تحتفظي بالكريم بتاعك في التلاجة او خارج التلاجة عادي جدا، ما بيفسدش. الكريم ده زي ما قلتلك بيقعد معاكي شهر شهرين ثلاثة ما بيفسدش، بتدهنيه على وجهك بقى وعلى المناطق الحساسة وعلى جسمك وبتسيبيه زي ما انت عايزة. هو بيدي درجة تفتيح زي الفاونديشن بالظبط، بيخلي البشرة بيضة، بيخفي العيوب. مش بس كده، هو مش بيخفي العيوب وبعد كده البشرة بتفضل زي ما هي سمرة، لا ده بيخفي العيوب وفي نفس الوقت بشرتك بتتعالج من جوه وبتتغذى من جوه والتصبغات اللي عندك بتتشال. علشان كده انا بقول لك ادهنيه، وبعد كده بعد ما تيجي تغسلي وشك شوفي بقى وشك هيبقى عامل ازاي، هتلاقي وشك بقى ابيض اصلا، ولو عندك كلف ونمش هيبدا ان هو يتشكل. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير حبيب قلبي، والسلام عليكم.